اليوم كأنه في ثابتة، ولكن هذه الثابتة بدأت إذا بدك تتوسع رقعتها. يعني كنا تعودنا أول شيء على قواعد اشتباك داخل 1701، بعدين كبرت هذه المواجهة، واليوم كبرت كثير. إلى أي مدى برأيك الإسرائيلي يريد توسيع المواجهة على الحدود بلبنان؟ اولا طبعا ضم صوتي لصوتك ميلاد مجيد للاخوه المسيحيين ولكل اللبنانيين، على امل انه هذا الميلاد ومن ثم راس السنه او الدخول الى عام جديد ميلادي يعني يكون فاتحه خير على لبنان، ان نتمكن على الاقل من الاستمرار في منع العدو من تحقيق اهدافه، والأمر الآخر أن نكرس السلام في لبنان، السلام الداخلي، لأنه قال يمكن من شي 55 سنة الإمام المغيب السيد موسى الصدر: سلام لبنان هو أفضل وجوه الحرب ضد إسرائيل. مقصود السلام الداخلي اللبناني، التوافق اللبناني، الاجتماع اللبناني على أمور الدولة. وطبعا نحن عندنا أزمة أخرى غير مسألة الحرب، هي كيفية يعني محاصرة، خلينا نقول على الأقل تجار الهيكل اللي أفسدوا الدولة وأفسدوا المؤسسات، حتى ننتقل إلى مرحلة نعيد فيها بناء الدولة على أسس سليمة وصحيحة. هذا أملنا ورجائنا الدائم مع هذا الميلاد ومع كل ميلاد، حتى نحفظ هالوطن لأولادنا ولأحفادنا. نعم. عفوا، نرجع لموضوع الجنوب اللي هو أساس اليوم فيما يعنينا. يعني نحن في عدة جبهات مفتوحة بالمنطقة، إنما خلينا نحكي بالأول عن جبهتنا اللي بتعنينا بشكل مباشر. أنا من البداية يمكن مع حضرتك أو من خلال تلفزيونكم قلت أنه علينا أن نثق بقيادة المقاومة وبقدرتها على تقدير الموقف وعلى إدارة المواجهة مع العدو بظروف مقبولة وضمن شروط تحفظ استقرار لبنان، وهذا اللي الشيء اللي لمسناه اليوم بعد كل هالوقت. يعني هذا الكلام قلناه من ثاني يوم أو ثالث يوم اللي بلشت الأمور على جبهة الجنوب، وأنا بعيد يعني التأكيد على ثقتي بقيادة المقاومة بهالموضوع، بتقدير الموقف وبقدرتها على إدارة الأمور على الأرض بشفافية وبقدرات، رغم التضحيات الكبرى اللي عم بيقدموها على مستوى الشهداء والجرحى بسبب ضيق مساحة الحركة اللي ممكن يكونوا عم بينطلقوا من بعض المناطق أو آلية التعاطي مع المواجهة. في أمرين أساسيين أنا بعتقد، نحكي عن البعد السياسي بعدين، بس خلينا نحكي بالبعد الميداني بالأول. في أمرين أساسيين كان في تفكير داخل الحكومة الإسرائيلية أو الكابينت، ما يسمى الكابينت، أو انقسام حول اتجاه لدى طرف واتجاه آخر لدى الطرف الآخر، أنه نروح على مسألة يسموه بالداخل، يعني هذا وفق بعض المعطيات الدبلوماسية، حرب الانتقام، معتبرين أنه عنوان حرب الانتقام هو انتقاما لهزيمتهم بال 2006، وبالتالي أنه أتت الفرصة المناسبة للانقضاض على لبنان وللانتقام لهزيمة 2006 ولإعادة الاعتبار لصورة الجيش الإسرائيلي تحت عنوان الذي لا يقهر كما كان ما قبل 2006، ويمكن كما كان أيضا قبل 2000، يعني نتيجة انسحابه تحت ضربات المقاومة. وبالتالي صار في انقسام كبير، وطبعا هن خطوط داخل الكابينت، إنما آخر شيء بفكروا بمصلحة كيان العدو، والأمريكي وآخرين لعبوا أدوار هلأ بنحكي عنها نتيجة يعني الدبلوماسية اللي صارت مع لبنان. لم يتم التفاهم الكامل أو التوافق الداخلي الكامل الإسرائيلي على القيام بحرب الانتقام، رغم أنه أنا تقديري الشخصي بأنه إذا فكر العدو بأنه يشن مثل هذه الحرب سيتم بالمقابل تثبيت
هزيمة 2006 وتكريسها كعنوان لانهيار هذا الجيش ولعدم قدرته على تحقيق أهداف بلبنان لأسباب عديدة، منها قدرة المقاومة على المواجهة وعلى الحركة لما بتكون الحرب أوسع، تانيها أنه ظهر المقاومة مفتوح، ما ننسى نحن وضعنا غير وضع غزة، غير محاصرين بالمعنى الجغرافي السياسي كمان. ثالثها أنه لما بتوقع الحرب، يعني حتى الأصوات اللي ممكن تكون اليوم عندها ومنتفهمها ومنحترمها، اللي عندها موقف مختلف فيما يعني موضوع الحرب، إنما لازم يضلوا يتذكروا أنه فتح الجبهة أو هذه الحرب ومحاولة القضاء على المقاومة وضرب لبنان، هذا عمل إسرائيلي وليس عمل المقاومة. ولازم دائما يكون همنا مش كيف بدنا نأمن مخرج سياسي للإسرائيلي، أو بدنا نشوف كيف أنه كيف بدهم يرجعوا المستوطنين في شمال الكيان وبهذا الوضع على ما هو عليه، وبالتالي لازم يرجع حزب الله 40 كيلومتر أو يرجع إلى ما خلف النهر الليطاني. مش شغلتنا نحن ولا همنا ولا لازم يكون همنا كلبنانيين كيف يرجعوا المستوطنين، لازم يكون همنا كيف ينسحب العدو من الخط الأزرق إلى الحدود الدولية، كيف نستعيد الحدود من نقطة البيوان وصولا إلى مزارع شبعة ومن ضمن تلال كفرشوبة والجزء اللبناني من قرية الغجر. الموقف الموحد اللبناني حول هذه الرؤية أمر مهم جدا جدا جدا، ولازم نفكر دائما أنه مش نحن اللي خربنا الـ 1701، لأنه اليوم عم ينشغل بهذا الموضوع بلغة أنه الحزب هو اللي ما عم بمنع تنفيذ الـ 1701. ليش لبنان وكل المجتمع الدولي، أيمتى قدر هذا المجتمع الدولي رغم كل الشكاوى اللبنانية ورغم كل الاعتراضات ورغم كل الاتصالات السياسية والدبلوماسية أنه يمنع إسرائيل من الخروج، أنت قدر يمنع العدو الإسرائيلي من أنه يقوم بطلعات جوية، من أنه يستعمل الأجواء اللبنانية لقصف الشقيقة سوريا، من أنه بعض الحالات ما ننسى في مرة اجت مسيرة فوق الضاحية، يعني وبالتالي العدو كان دائما عم يخرق الـ 1701، ما حدا يلقط الـ 1701 ويلوح فيه باعتباره انه هيدا عنوان، مثل ما نغمة اللي كنا عايشينها بمرحلة سابقة الـ 1559. بس لو سمحت هلأ 17-0 هذا لأ بنحكي فيه، بس عم تحكي حضرتك عن أنه اليوم في حال صار في هذه الحرب أنه لأ لبنان عنده قدرة أكثر من غزة لأنه أصلا إلى آخره، ولكن هذا لا يمنع يعني قدرة حزب الله اليوم على المواجهة وعلى قصف إذا بدك إسرائيل وعلى أن يعني إيصال صواريخه إلى إسرائيل، لا يمنع من أنه اليوم الحرب ستؤدي إلى دمار لبنان ومثل ما عم بيهددوا يعني، وهذا ليس بعيد إذا بدك عن الإجرام الإسرائيلي. خليني أفسره بهذه الطريقة، يعني لما يقولوا أنه لبنان سيصبح غزة كرمال هيك وتحت هذا العنوان، يمكن من حق قوى لبنانية أخرى أن تقول بأنه لا نحن ما بدنا هذه الحرب، نحن ما بدنا تنسحب هذه الحرب علينا، وخلينا قد ما فينا نضل أنه هذه المواجهة محصورة. حصر المواجهة لا حصر، أولا حق يحكوا اللي بدهم إياه، نحن ببلد ديمقراطي منعبر عن رأينا، المهم أنه اثنيناتنا اللي مع واللي ضد، اللي معترض والغير المعترض، اثنيناتنا نكون عم نفكر بشغلة واحدة هي مصلحة لبنان وليس مصلحة لا إسرائيل ولا أمريكا ولا غيرها. بس مين عم بفكر لا مصلحة إسرائيل؟ أنا ما عم بتهم أكيد، لا عم بتهم ولا يعني عم حتى اللي عم قول إنه ما بدي حرب ما عم بفكر بمصلحة أنا لما إسرائيل بقول إنه. أنا لما بيطلع حدا بيقول إنه نحن كيف بدها توقف هاي القصة أو كيف بدها تقطع، إذا ما لقينا حل لعودة المستوطنين إلى المستوطنات الموجودة في شمال إسرائيل، هيدا مش هم لبناني لازم يكون ولا هم أي مسؤول لبناني، ما شغلتي أنا هاي، يعني بالعرب الدارج جعلهم عمرهم لا يرجعوا، يعني أنا شو بدي أحمل هم أنا الإسرائيلي اللي هو أصلا هيدي أرض محتلة قاعد فيها، بدي أنا أحمل همه إذا بيرجع على المستوطنة أو ما بيرجع، وينشغل العالم كله بأنه بيرجع أو ما بيرجع، وصارت مبادئ
نص غزة والناس مش عم بيقدر يشيلوها من تحت الأنقاض، وصرنا بمئة ألف شهيد وجريح. وين وين الإنسانية؟ وين الضمير العالمي؟ وين المجتمع الدولي؟ وين وين وين؟ نحكي من هلا لبكرة بهاي القصة. وبالتالي مش همي أنا هذه القصة، أنا همي أحفظ بلدي. اليوم في تفكير أو في محاولة، وهذه كتير خطيرة بتكون، لاستثمار ما يجري على الجبهة في الداخل اللبناني. هذا أمر مستحيل يصير، ما حدا يفكر فيها صراحة. يعني استثماره بمعنى أنه أتت الفرصة المناسبة لحتى نقول لحزب الله بدك تفكفك قدراتك وإمكانياتك في المنطقة الحدودية، وبدك تتراجع إلى ما وراء الليطاني، وبدنا تنتشر قوات الطوارئ الدولية بتعديلات على القرار 1701 أو بإجراءات جديدة، حتى لو ما صارت تعديلات رسمية بمجلس الأمن، مع أنه نعمل تعديلات ونعمل مساحة لقوات الطوارئ الدولية اليونيفيل أنها تتحرك من دون الجيش. إنما لا هي فكرت تتحرك، والجيش كان حاضر بهذا الموضوع لمنع أنه هذا الموضوع يستثمر على الأرض. وبالتالي أي تفكير بأنه بنتائج غزة وكل هذا الموضوع يمكن استثماره بالداخل اللبناني على حساب المقاومة، هذا أمر أنا بعتقد بيعمل إشكال داخلي. عشان هيك أنا عم أقول خلينا محافظين على 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 الحد الأدنى من وحدتنا الداخلية حول الهم اللبناني المشترك، حول مصلحة لبنان، حول حفظ لبنان، وخلينا يعني خلينا نعزز ثقتنا أكثر ببعضنا وبالمقاومة اللي لحد اليوم عم بتبين قدرات مميزة في أن تواجه العدو وفق ضوابط هي رسمتها، مش العدو رسمها، ولا الأمريكي ولا الدبلوماسي. خليني أوقف عند هذه النقطة قبل ما أرجع ل1701، لأنه طبعا كلنا بنعرف أنه اليوم في زحمة مفادين دوليين لتطبيق 1701 تحت عنوان السلام والأمن في الجنوب، وهلأ بنحكي فيه، ومدى استعداد حزب الله للدخول بما يحضر من تسوية على الحدود. كنت عم تقول أنه اليوم حزب الله هو الذي يقرر قواعد الاشتباك لا الأمريكاني ولا الإسرائيلي طبعا. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنه اليوم حزب الله عنده قرار بعدم الانجرار إلى أي فتح لحدود الحرب، حتى لو حاول الإسرائيلي أن يعني يستفزه. اليوم كان واضح سماحة السيد بمواقفه، أو يعني الوقت اللي عمل خطابين يمكن أو ثلاثة حاول هذا الموضوع، بأنه لبنان هو جبهة مساندة وليس يعني جبهة مفتوحة على حرب أوسع. وبالتالي لما تكون جبهة مساندة بكون هو المقاومة رسمت لنفسها ضوابط وفق المصلحة، مع الأخذ بعين الاعتبار كيف بتؤلم العدو. كيف نحن اليوم يعني قيل عن حالة الإشغال، أنا بعتقد نحن أعلى بمستوى أعلى من حالة الإشغال وأقل من حرب، لأنه اللي عم بصير على الأرض بالجنوب كمان كبير مش صغير. يعني واحدة من الرسائل الدبلوماسية اللي نقلت إلى لبنان عبر يعني بعض الاتصالات، بأنه الإسرائيلي منزعج جدا من موضوع صواريخ المضادة للدروع اللي هي الكورنات، واللي هي الصاروخ المميز اللي صار فيه تعديلات عليه حتى من قبل المقاومة. وصار اليوم كان بال2006، كان مفاجأة ال2006 بإسقاط الميركافا الجيل الرابع، دبابة الميركافا. اليوم هذا الصاروخ يستعمل ضد التجمعات الأفراد جيش العدو، وهذه كانت مفاجأة لهم، لأنه عم نشوفها لما عم بتبث المقاومة بعض الفيديوهات حول هذا الموضوع عم بكون مدمر. واليوم بلشوا يحكوا عن دمار كبير في هاي المنطقة. طبعا هذه الرسائل يعني لم تلقى سوى أذان صماء، يعني ما حدا التفت لها ولا حدا رد عليها، لأنه مثل ما الإسرائيلي مشروع له أن يستعمل كل السلاح الذي يراه مناسبا في هذه المواجهة، كمان المقاومة هي حرة في أن تستعمل ما تريد من السلاح وفق التوقيت الذي تراه، لأنه اليوم بعد ما شفنا السلاح الجدي الأكبر قصدي والأوسع، هلأ جدي اليوم صرنا بالكورنات
المطور وببركان وبغيرها، إنما في أمور كتير بعد. الأمر الآخر والمهم، أنا بعتقد خفت اللهجة الدبلوماسية خلينا نقول، أو الرسائل الدبلوماسية فيما يعني 1701. خفت؟ نعم خفت، لأنه صار في قناعة، وبقدر أقول بكل ثقة يعني غربية تحديدا، بأنه لا يمكن اللعب على فكرة تطبيق 1701 بما يحاصر المقاومة. هذا موضوع هني عم بيقولوا أن تطبيق 1701 من الجهتين، كرمال هيك كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية راحت على إسرائيل ورجعت إجت على لبنان. من الجهتين كلنا بنعرف ما حدا رح يقدر يطبقه من الجهتين، يعني رح يرجع الجيش الإسرائيلي إلى الأراضي المحتلة يعني بعمق 30 أو 40 كيلومتر، يعني عم مدى وهم. لا أنا عم بقوله أنه انسحاب من الغجر. هذا ما بكون، هذا ما بكونوا، ما بكونوا هن تراجعوا مثل ما عم يطلبوا من المقاومة أنها تتراجع. وبكون الجيش اللبناني هو اللي تقدم إذا بدك على الحدود مع قوات اليونيفيل بعديد. المقاومة ولا يوم كان عنده مانع بأنه الجيش اللبناني لا ملكش أو عطلت الطرح. لا عارف أو عطلت أنه ينتشر. طرحت فكرة فرنسية، ليش أنا عم أقول تراجعت فكرة 1701؟ الفكرة الفرنسية، طرحت فكرة فرنسية بالتنسيق مع الأمريكي ومع دول أخرى، بأنه ينعمل بعد وقوف أو توقف هذه المواجهة، ينعمل شكل ما من تسوية لبدء تفاوض حول ما هم بسموه ترسيم الحدود البرية. نحن بنسميه تثبيت الحدود البرية لأنه هي مرسمة أصلا وما محتاجة لترسيم، انطلاقا من نقطة البي 1 على البحر وصولا إلى مزارع شبعة. وبالتالي كانت الفكرة الأساس أنه هلأ خلينا نطوي فكرة 1701، لأنه مستحيل أنه نقدر نطلب اليوم من حزب الله بأن يتراجع، هو عم يتقدم أكثر. مستحيل لما عم بيعمل اشتباكات مباشرة مع جيش العدو على أطراف الحدود، وممكن يكون عنده بعد مفاجآت أكبر. وبالتالي خلينا ننتقل من الدوران بحلقة فارغة حول أنه والله شوف كيف بدنا نرد حزب الله، لا خلينا نحكي عن حل أشمل وأوسع. إنما هذا كله ما بينطرح قبل أمرين أساسيين بالنسبة لنا، انتهاء الحرب بغزة مش بالجنوب، والأمر الآخر من سيفاوض نيابة عن الدولة اللبنانية. إذا ما عندنا رئيس جمهورية ما عندنا حكومة مكتملة الصلاحيات. نعم. وبالتالي هذا موضوع مؤجل عشان ما نعيش الوهم ونعتقد أنه بكرة داخلين. يعني لازم الرأي العام يكون منتبه أنه هيدي الأمور ممكن تطول وتاخد وقت ونضل بحالة استاتيكو مثل اللي نحن عايشينها. نعم. على أمل أنه توقف الحرب بغزة وبالتالي هالأمر ينعكس علينا. النقطة الثالثة المهمة اللي العلاقة بالحرب، لا شك الحرب أي حرب مدمرة شو ما كان عنوانها وشو ما كان شكلها، وشفنا حروب اليوم بأوكرانيا وروسيا، شفنا حربنا نحن بال2006 كمان، العدو ما وفرنا أبدا وعم يوعدنا هلأ بجرائم على المدنيين أكبر. بس كمان المقاومة كان العدو دائما يتبجح بأنه يحط خرائط وأنه عنده بنك أهداف، كمان المقاومة عنده بنك أهداف لمواقع استراتيجية. خليني أقول شغلي بس، أحد المبعوثين الأمريكيين المعروفين بإحدى الحلقات الضيقة لما يسأل عن الخوف من توسع الحرب بين لبنان وكيان العدو، بيقول لهم عدم توسع الحرب هو مصلحة إسرائيلية، لأنه اليوم بكل المنصات الغاز على الساحل الفلسطيني المحتل بعد في كريش هي اللي عم تشتغل، ومنعرف انه حزب الله لديه القدرة قادر انه يطال كريش، وبالتالي يعطل جزء كبير من الحياة بكيان العدو.